Disney. نروح عندكن في زغوان كانت تسيل علي زدغن تيدورار جوجينت أم الفنار يضوان غفل بحار. نروح عندكن يكاث الميزان غرولن ولشن ديمال ذا شويق مزوغارن يدورار في زغواض البحار فكان ثزمارث إثو دارت أضار أوريوغا ذا ساون أنا وض في غالثين السرايدي تدويلت في ثلاثة نتغرين تزغوا فعاليات هذه الطبعة الثالثة لمبادرة من القناة الثانية للإذاعة الوطنية في بثها المباشر من بلدية سريدي ولاية عنابة. أشكر الإذاعة الجزائرية ومن خلالها القناة الثانية على هذه المبادرة. الشكر موصول إلى القناة الثانية للإذاعة في هذه المبادرة الطيبة من أجل الاهتمام بحماية الغابات وحماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي. نشكر القناة الثانية على هذه المبادرة، مبادرة ذات البعد الوطني والعالمي. وصول للقناة الثانية على هذه المبادرة. عنابه وهوى الله يرد الروح بلادي مبابه فرقها خلى القلب مجروح. احنا في نعمه ما نعرفولهاش، دونك الناس اللي عندهم الطبيعه هذه يحافظوا عليها لانها انت ما تقدرش تشوفها بعينك، اما اللي يجيك راح يشوفها بعينك، اعطيها قيمتها وشوفها بعين اخرى تحافظ عليها بصفه هذيك. نسمة عنابه وهوى الله يرد الروح بلادي أم بابا فرقع خلى القلب مجروح. نسمة عنابة والله يرد الروح بلادي أم بابا فرقع خلى القلب مجروح. حورها والغابة وسير ايدي بريحان ويفوح بان لي عنابة. هي تدويل تاتيس ثلاثة انتغرين تزهوى أكن يكون نوعد أقلاغ أساقي ذي ثغالثين نصريدي ذي الولاية نعنبة أقلاغ ذاقي لكو ذي مضبران ذوي ذيك قدشن ذوي ذيك ساعة نفوس لكو تزهوى وذيك ساعة نفوس لكو تتونع تضوين مرا إذا غدي زين. ها نحن على موعد الطبعة الثالثة من مبادرة لنحمي غاباتنا، مبادرة تميزت بها الإذاعة الجزائرية من خلال القناة الثانية. نحن اليوم نتواجد في جوهرة البحر المتوسط عنابة عنوان للجمال. نرحب بجميع الحاضرين معنا في هذه الطبعة الثالثة لنحمي غاباتنا، وقبل البدء في فعاليات هذه الطبعة ندعوكم للاستماع للنشيد الوطني قسما. Thank you.
راديو ثيسنا تختار ثمنات ناخذ تختار الولايه نعنا با ايوا كينا ضد نسيوض تذويل تثيس ثلاثه انتغري نتزهوا ثغري نتزهوا ذا سحفيفار غف تودرتنا ذا سحفيفار مرا غفين اذا غديزين وقبل ذا دنزيه يوكن ادنا عقنا هي لذوين مرا ذا ديلين ديس اذفك عوال ايون مهال نراديو ثيسنات مس مجد فرحتي غف تذويل تقيتي ثلاثة سيقي سريد سيد غالتين سرايدي تنمرس زهبية تنمرس وزير ديسلين مرحبا يسوين تذويل تقيتي ثلاثة نرحب بالجميع نشكركم على حسن ضيافة الضيافة اللي معروفة بها عنابة عنابة الجميلة عنابة المضيافة عنابة التاريخ إذا ندعوكم إلى حضور فعاليات الطبعة الثالثة للمبادرة ذات البعد المواطني الموسومة لنحمي غاباتنا. فبعد الطبعة الأولى اللي نظمناها بعالية جدة بوسط البلاد، الطبعة الثانية العام الماضي بأعالي تلمسان بالحضيرة الوطنية لتلمسان، ها نحن نحط الرحال هذه السنة بعنابة بأعالي سريدي. إذا أحيل الكلمة إلى السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد غالي للتفضل بكلمة، تفضل السيد المدير العام. تحياتي الخالصة لكل زميلات وزملاء في القناة الثانية المتواجدون الآن في سريدي بعنابة، أو زميلات وزملاء المتواجدون في الاستوديوهات المركزية للقناة الثانية بشارع الشهداء. خليني مجيد نقول لكم شحال راني اليوم فرحان، شحال راني كيف كما كل مره، كم انا سعيد، كم انا يعني اشعر بالافتخار، لانه هذه المبادره، مبادره القناه الثانيه لنحمي غاباتنا، مبادره لا يمكن ان توصف الا بالرائعه، لانها تاتي لترسخ وتكرس فكرة أنه القناة أو الإذاعة الوطنية ليست فقط مؤسسة إعلامية عادية، ولكنها أيضا مؤسسة مواطنة تشارك في صناعة النقاش الجميل داخل المجتمع. وهذه المبادرة هي نموذج مثالي لما يجب أن تكون عليه هذه الفكرة. فكرة أن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة هي مؤسسة مواطنة، وعودتنا القناة الثانية وزملاء مشكورون على ذلك على أنها كانت دائما سباقة إلى تكريس هذا المبدأ. غاباتنا هي ثروة لا تقدر بثمن، وكما تعلمون أنها في السنوات الأخيرة تعرضت إلى الكثير من الأعمال الإجرامية التخريبية، ولكن بفضل كل جهود الدولة وأيضا جهود المجتمع المدني وجهودنا كمؤسسات إعلامية، نحن بصدد إعادة الحياة لهذه أو لجزء من هذه الثروة، ونعمل على إقناع المواطنين بأن حماية الغابات ليس سلوكا ترفيهيا. إذا أشكركم على هذه المبادرة، أتمنى لكم التوفيق، وأشكركم خاصة على إعطاء هذا البعد الوطني لهذه المبادرة الجميلة. البداية كانت من تيك جدة بوسط الجزائر بمنطقة القبائل العزيزة على قلوبنا، الطبعة الثانية كانت في تلمسان في غرب الجزائر، واليوم أنتم متواجدون ونحن متواجدون بأرواحنا معكم في عنابة العزيزة على قلوبنا. إذن واصلوا على هذا المنوال، أنتم تقدمون شيئا جميلا جدا لهذا الوطن، تقدمون شيئا جميلا جدا لما يجب أن تكون عليه الإذاعة الوطنية كمؤسسة مواطنة، وأيضا تقدمون شيئا جميلا جدا لما يجب أن تكون عليه مهنة الإعلام في بلادنا. إذا بالتوفيق، أعلن رسميا عن انطلاق الطبعة الثالثة من مبادرة القناة الثانية لنحمي غاباتنا من سريدي بعنابة. كل التوفيق وكل الشكر وكل التحية والتقدير لزميلاتنا وزملائنا في القناة الثانية، وأيضا لكل من يقدم الدعم لهذه المبادرة، مديرية الغابات، السلطات المحلية بولاية عنابة، السلطات الأمنية أيضا بولاية عنابة. إذا الشكر لكل هؤلاء، والشكر موصول لمستمعينا الذين نشعر بأن قلوبهم معنا في مثل هكذا مبادرات. إذن بالتوفيق إن شاء الله مجيد،
وكل ارفعوا القبعه لكل زميلات الزملاء في القناه الثانيه. شكرا سيد المدير العام محمد بغالي، وشكرا كذلك على الدعم والمسانده التي ما فتئتم تقدمونها سواء للقناه الثانيه او لكل القنوات الاذاعيه، وهذا العمل هو ايمانا منا بالدور المواطني والدور الجواري الذي تلعبه القناه او الاذاعه الوطنيه الجزائريه. إذن كان هذا استعراض كشفي من طرف الكشافة الإسلامية لولاية عنابة. أكيد نسلان الكشافة للولاية عنابة نفذون هي السريد أهي للناغي والساقية ديني غضاء إذي كلت النظام ثنمير ثمقران مرحبا يسون يوذهوك إذا ديارزان يوذهوك ثعنا ثمسلت إمضبرا للولاية للولاية عنابة ويذهوك قدشن ويذهوك كسعان أفوس لك تزغوا لك تونط. نرحب بجميع الحاضرين، نرحب أيضا بالسيد الأمين العام لولاية عنابة ممثلا للسيد والي الولاية. نرحب طبعا بكل مدارات القطاعات والحاضرين معنا. سيد الأمين العام سيد مشيش عمر، مرحبا بكم معنا، مرحبا بكم في هذه المبادرة التي ميزت الإذاعة الجزائرية وبالضبط القناة الثانية. كلمة ربما عن هذه المبادرة. شكرا لك سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تشرف شخصيا لحضور فعاليات هذه الطبعة الثالثة بمبادرة من القناة الثانية للإذاعة الوطنية في بثها المباشر من بلدية سريدي ولاية عنابة. فأقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وأنتم في هذه البلدة الطيبة والولاية المباركة التي الضاربة جذورها في أعماق التاريخ والتي نسجت ماضيها من مختلف الفترات من الفينيقية النوميدية الرومانية الإسلامية والحقبة الفرنسية إلى ما بعد الاستقلال. هذه البلدة التي لها مقومات شتى نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي جعل لها إمكانيات طبيعية وبنية تحتية مختلفة، جعل منها أن تكون قطبا سياحيا وصناعيا بامتياز. فهي مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط على طول ساحلي أو شريط ساحلي يقارب 80 كيلومتر، ومعروفة بشواطئها الجميلة وقاعدتها الصناعية ومقومات هذه المقومات التاريخية أيضا التي تجعل منها قطب سياحي بامتياز، بدءا من متحف إيبون إلى الموقع الأثري أيضا الروماني، الكنيسة القديس أوغستان، قلعة الحفصيين، زاوية سيدي إبراهيم، والمسجد مسجد الباي، أبو مروان، حصن المعذبين، مغارة رأس الحمراء، وما وإلى آخره. كل هذه المقومات تجعل من ولاية عنابة قطب سياحي بامتياز يجب إليه العناية الكاملة والتامة. نكملي هي هي لنا غاثي غير نتزغ هو سياقي سي العلي نصريدي سياقي سوق ماذا اللي دو من فغا من زمر هذا دنينيا تيهمي يقلان ذي تزغ ويقيا إلا قا نسحبي فار في الأسد إلا قا غان أن نشذ يوكن أذا دنسميثيا أما ذوي ذاك إهتي استخداما أما ذوي ذاك ذاغنيا إهتي قدشن أطاس نين فقا هنا ردي لين يذنا غما تنمهلا نتفلاح أما تنمهلا نتزغ وا ثن مهلا نتونات ثن مهلا قل مزيان ذوي
الدال ثم هلا نتمريث إذلا سالنويس تسدويث عنابا وإذا كذاغن إديس في الدنة كاقلي بورتور دو بروجي وكنا تسحبي فلن رفاينو كي لان تسيزغوا النويس داغن تمزي كنت مقرن إقلانا كثورا نشبح ذاقيا للسونتخ للسونتخ نينا الدالن الكريبس أسنيني ثنمير ثم قرنت إن مهال إكس الحوين للسونتراقيا إذا غيف كان فوذ وخير فذن أكن إقلاق الحال بلا العضي اللي هذا فكا أصواض إيم دوكال لكت مدوكال لنا أردي سوضنا كثورة أهيل نتغرين تزقوا سيثورة كالمحبوس ساعات دستان تمديد أجلي موسم اصطياف بدون كوارث طبيعية. مدير محافظ غابات ولاية عنابة السيد بن جديد منصف، مساء الخير. شكرا سيدتي الكريمة. أولا أود أن أشكر الإذاعة الجزائرية ومن خلالها القناة الثانية على هذه المبادرة التي نعتبرها يعني حصة توعوية تحسيسية تعرف الثروات لولاية عنابة، ومن خلالها كما تفضلتم بالشعار يعني يكون شعارنا هذه السنة لنحمي غاباتنا. هذا اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار امرأة حقوق أرضها وحقوقها. إذا اسمحي لي سيدتي، إذا تكلمنا على الحفاظ على الثروات الغابية من حرائق الغابات، نقول أولا أود أن نقول أن هذه الغابة هذه الثروات الغابية عدها عدة أبعاد كما تفضل السيد الأمين العام، عندها بعد إيكولوجي، بعد سياحي، بعد اقتصادي، بعد اجتماعي ترفيهي، وكذا بعد علمي لأنه جبال إيدوغ معروفة كمخبر طبيعي بصفة عامة. إذا تعتبر غابات ولاية عنابة امتداد للسلاسل الجبلية التلية وتتربع على مساحة 274,255 هكتار، أي ما يعادل 52% من المساحة الإجمالية للولاية، متكونة أساسا من ثلاث سلاسل جبلية على طول الشريط الساحلي وهي جبال الإيدوغ أي سريدي تريعات عنابة إلى غاية جبال شطيبي غربا، وجبال القسنطيني في الجهة الجنوبية وتخص بلديات الشرفة الباردة العلماء، وكذا سلسلة الجبال بريليطا التي تخص الجهة الوسط والتي بلدي تخص بلديات سيدي عمار والبولي بصفة عامة. عندنا هنا يعني الأساس ضد حرائق الغابات، منهم الرقة الظهرية، عندك الفيتروسونوز هذوما باش نقطعوا ونحن الهدف يعني المواطنين الكل يكون يعني على يعني كاين راح يتاخر الورود الجاي من 10 سنين الديسكوسونديز هذا باش يتصلوا بنا المواطنين في حالة حريق باش ندخلوا بكل بسرعة في الأواني الأولى. يعني قامت محافظة الغابات لولاية عنابة بعرض بعض الأجهزة والآلات اللي استعملناها خلال حملة مكافحة حريق الغابات، منها المدخة الظهرية، منها المنشار الآلي، فهمت عدة أجهزة، سيارات تدخل، سيارات إطفاء، مرسيدس للتدخل عند نشوب حرائق. إذا ما تقومش محافظة الغابات دائما يعني على ربط استعداد للقيام بخرجات ميدانية، نقوم ب يعني المحافظة على الثروة الغابية من كل يعني الأمور اللي تمسها، من غرس الأشجار، من زحف الرمال، وعليه يعني نجدد شكرنا للإذاعة أو التلفزيون اللي دائما يواكبوا حتى تكون يعني الثروة الغابية بخير إن شاء الله. بابا فرقع خلى القلب مجروح، اسمت عنابة والله يرد الروح، لا
الذي ما باب أفرق خلى القلب مجروح حورها والغابة وزير يديه بريحان ويفور. رائد سنوسي عياشي، يعني لو كان نوليو الوسائل والتدخلات والمخططات يعني اللي تعتمدها الحماية المدنية لولاية عنابة من أجل حماية الموروث والغطاء الغابي لهذه الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ دي بدء شكر موصول للقناة الثانية على هذه المبادرة لنحمي غاماتنا، هي شعار يحمل في جوهره بعد وحس حضاري راقي راقي جدا، يدعو إلى ترقية المواطنة والحس المدني لدى المواطن الجزائري. فيما يخص مؤسسة الحماية المدنية باعتبارها فاعل محلي محوري في موضوع محاربة ومكافحة الغابات، يعني مركزيا فإن المديرية العامة للحماية المدنية سطرت استراتيجية استباقية لمواجهة حرائق الغابات. يعني باختصار هذه الاستراتيجية الاستباقية مكونة أساسا من 65 رتل متحرك ومتنقل وأكثر من 500 وحدة عملياتية للتدخل، يعني بلوس دو 500 بريغاد دانترفونسيون، هذا على المستوى المركزي. الشيء الجديد فيما يخص المخطط أو الخطة الوطنية لمكافحة الغابات هي في إطار يعني عصرنة الإدارة، يعني دون لو كونتيكست دو مودرنيزي لادمينستراسيون، تم استحداث منصة رقمية في إطار رقمنة الإدارة العملياتية لا جيستيون اوبيراسيونيل. هذه المنصة الرقمية ساعدتنا كثيرا في زيادة نسبة الدقة في تسيير العتاد أثناء الحرب. والله يرد الروح الذي ما باب أفرقها خلى القلب مجروح أولاً وباسم القطاع الفلاحي بمكوناته البشرية وهم الفلاحين والمربين والصناعيين الناشطين في قطاع الفلاحة، أتمنى لكم إقامة طيبة هنا على مستوى عنابة، وما تخفاش عليكم بلي جوهرة الشرق الوطني هي كانت دائماً سباقة في الأحداث الكبيرة على المستوى الوطني. تدخل الفلاحة في حفاظ الثروة الغابية، هناك عمل مشترك بين القطاع الفلاحي والغابات والبيئة، وبرنامج مسطر سنين وسنين، ودرنا تحيين بعض المعلومات بعض حتى التطبيقات الجديدة والطرق الحديثة لمحاربة انتشار الغابات بالتنسيق مع كذلك خوتنا في الحماية المدنية. القطاع الفلاحي بادر وشارك في عدة مستويات، أذكر على سبيل المثال وليس للحصر تكوين حاجز بين المستثمرات الفلاحية والغابات، وهو حاجز يكون محروط وما كانش اتصال مباشر بين المحاصيل الزراعية والغابة، كذلك بين الطرقات والمحاصيل الزراعية، وكذلك توفير نقاط مياه لتمكين فرق تدخل بموقعها الجيولوكاليزاسيون بيقدروا يأخذوا الماء لإطفاء بصفة مستعجلة الحرائق. الشكر موصول إلى القناة الثانية للإذاعة في هذه المبادرة الطيبة من أجل الاهتمام بحماية الغابات وحماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي الذي تزخر به ولاية عنابة. وزارة البيئة والتنمية والطاقات المتجددة وضعت استراتيجية هامة من أجل مرافقة كل من وزارة الفلاحة من خلال المديرية العامة للفلاحة المديرية العامة للغابات في مجال المحافظة على الغابات. نعم. لا يخفى عنكم أن عنابة هناك 52% من مساحتها عبارة عن غابات المتواجدة على طول الساحل العنابي، بداية وانطلاقا من جبال إيدوغ في سيريدي إلى غاية بلدية شطيبي. نسمة عنابة والله يرد الروح الذي ما باب أفرقها خلى القلب مجروح بريحان ويفور. قلت
سمحتي عندي فكرة واحدة حول حماية الغابات. نشكر القناة الثانية على هذه المبادرة، مبادرة ذات البعد الوطني والعالمي، لأن الثروة الثروة الغابية ثروة وطنية وفي نفس الوقت ثروة عالمية، خاصة بعد التغيرات المناخية اللي حدثت عبر العالم من جهة، ومن جهة أخرى تدخل العنصر البشري لاغريسيون تاع لافوري. انا عندي فكره، يعني هي في الحقيقه فكره كنا نعملوا بها من قبل، خاصه في سنوات السبعينات. كانت الغابه عندنا رغم الظروف في تلك المرحله كانت ظروف عاديه جدا، ما نسجلوش يعني حرائق كثيره، ولكن الحفاظ على الثروه الغابيه هو تنميه الغابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقوات الشرطة على غرار شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية عنابة، احنا نعمل مع الشركاء الفاعلين في الميدان، مصالح محافظة الغابات، مصالح مديرية المصالح الفلاحية، نخدم مع الزملاء من الدرك في سياق تطبيق القوانين على غرار قانون الغابات 1284، قانون الصيد. القوات تاعنا احنا تواكب وترافق المصالح المعنيه، لا سيما مصالح البلديات في اطار مكافحه الظواهر السلبيه، من القطع العشوائي للاشجار وحمايه الغطاء النباتي. القوات تاعنا تسهر على تطبيق قانون حماية المساحات الخضراء. نعم الأخت الكريمة، أولا السلام عليكم ونشكركم، أنا بدوري أشكركم على اختياركم لولاية العنابة، يعني كولاية يعني رائدة في المحافظة على الغابات وغطائها النباتي، ونرحب بكم في هذه الولاية المضيافة، الولاية المجاهدة، وخصوصا في هذه البلدية الغابية الجبلية، بلدية السرايدي، ونقول لكم أنكم فعلا أحسنتم الاختيار. نعم. بالنسبة لقطاع شباب الرياضة هو قطاع تربوي بامتياز، يعني بوسائله التربوية وبوسائله الترفيهية يحاول أنه يوصل فكرة إيجابية وينتج مواطن يحب وطنه أولا، ثم يحافظ على ما تركه له أسلافه من موروث مادي وموروث لا مادي، ومن بين الموروث المادي إن صح التعبير الغابة. فالغابة تعتبر يعني هي المتنفس، وهي الرئة التي رئة المجتمع ورئة الطبيعة على العموم. فنحن نحاكي هذه الغابة وننشط فيها بحكم أنها يعني مكان جذاب ومكان للاستراحة والاستجمام، فبالتالي أنشئت رياضات موازية للغابة، من بينها كما ذكرت سيدتي الرياضات الجبلية كتسلق الجبال، كنزول الشلالات، كدراجات الجبلية، المشي لروندوني، يعني عدد كبير من الرياضات التي تمارس خصوصا في الغابة. ولاية السياحة، ولاية عنابة فيها منتوجات سياحية يعني كثيرة، ونحن كمديرية السياحة نقوم بترويج للمنتوجات السياحية على مستوى الولاية، وكذلك استقطاب عدد كبير من المواطنين والمصطفين إلى هذه الولاية من خلال يعني الغابات اللي موجودة عندنا. احنا استغلينا أنه مع الجمعيات ومع المجتمع المدني ومع
الناشطين في الميدان تاع الغابات انه كاين نشاطات كما لي بارابونت كما لي عندنا لي بارابونت وعندنا كذلك لي كواد على مستوى الغابات ولدينا كذلك على مستوى البحر لانه هناك شواطئ ما يروحولهاش على رجليهم الشباب يحبذوا انهم يروحوا على مستوى على طريق البحر وهذا ما يعني وجدنا في الايام يعني الفارطه انه الشباب يعني تكاتف في بعضه وراح يقوم بالنظافه على مستوى هذه الاماكن السياحيه اللي راح تستقطب عدد كبير من المصطافين. الزول مرحبا بكم في عنابة. حورية بن حامد رئيس جمعية ترقية وتطوير نشاطات الشباب والطفولة المستقبلية ولاية عنابة. نرحب بكم اليوم لاشين دو راديو 2 سناف. السان نحل المعرض نثورات عنابة زيس البسة تقليدية زي العنابي ثقندورس عنابة بالفتلة معروفة. معانا كيف كيف عملنا حاجات عن النحاس باش عندنا كل معروفين عادات وتقاليد العنابيه وعملنا كيف كذلك سكسون عنابه بالبنادق ثاني السويت ديالنا ثم كيف كيف تشاركوا معنا الحرفيين عنابه وفرحان خيل لاخيل ميتسوسيم لاشين دو ثم الزيق ثم نندو كل مرحبا يسن النظافة مكانها الصدارة فنحن بالنظافة نرقى إلى الحضارة تحيا كشفيا لا إيش إيش كشفيه رئيس الرئيس
ولاية عنابة، ثم توسع نشاطها في غطينا يعني 43 ولاية، يعني مغطية الوطن كامل والحمد لله. يعني النشاط تاعنا مع وزارة البيئة، مع وزارة الفلاحة، مع وزارة الموارد المائية، وهي الآن في عضو في المجلس الوطني للإنسان، وكذلك في وزارة البيئة في وكالة الوطنية لتسيير واسترجاع النفايات الصلبة، وكذلك عضو في كان في الماضي في المجلس الأعلى للبيئة، ولكن اليوم احنا متواجدين يعني مع وزارة البيئة في جميع اللجان تاعها والهيئات تاعها، ولنا مشاريع كبرى. ما شاء الله. مشروع تسيير واسترجاع النفايات الصلبة، ومشروع حماية مياه الأودية من مخاطر النفايات السائلة والصلبة، وكذلك مشروع حماية الثروة الغابية، وهو مشروع اسمه حزام السلام الأخضر، يعني ليمتد مع السد الأخضر مع كل محيط الجزائر. يعني لنا مشاريع يعني كبرى تنشط فيها الجمعية، وخاصة مع وسائل الإعلام. احنا نشكر القناة أمازيغية وكل يعني وسائل الإعلام، سواء مكتوبة أو مرئية، يعني نتعاملوا معها. احنا هدفنا دائما نقولوا الشراكة خيار استراتيجي لحماية البيئة وتحقيق التنمية والسلام. ما شاء الله سيد حليم، يعني لاحظنا انه علاوة على انه الجمعية وازنة، نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها وازنة ايضا. لو تعرفنا باخر نشاط. اخر نشاط هو الحملة اللي رانا نقوم بها دركا، يعني في مشروع حماية مشروع المياه المستعملة للمدن، يعني استرجاعها وإعادة استغلالها في التنمية سواء الفلاحية أو الصناعية، لأن مياه المدن يعني يوم تذهب إلى الأودية وثم تذهب إلى البحر، وهذا يعني شيء يعني إحنا ما يعني رانا مع وزارة البيئة وكذلك مع رئاسة الجمهورية، كذلك قدمنا هذا المشروع لاسترجاع وتطهير المياه المستعملة واستغلالها في التنمية.
a été créé en 2018. Il est constitué de 4 divisions. Environnement et santé, innovation, traitement des déchets et changement climatique. Et moi, je suis directeur de la division environnement et santé. Donc le but de les principaux buts, voilà les axes dans le centre, c'est la protection de l'environnement, c'est la valorisation des déchets environnementaux, c'est prévention des risques et changement climatique. Oh, يا ولد يا زين. نعم. ألا تعرفون ماذا يذكرنا هذا اليوم؟ لقد نسيت. نسيت؟ إنها ذكرى جميلة. هو عيد الشجرة. علينا أولا أن نتعلم كيف نغرس الأشجار. تعالي أيتها الشجرة، تقدمي هنا. جميل. علينا أولا أن نحفر حفرة. أن نحفر حفرة. ثم أن نغرس شجرة. أن نغرس شجرة. ثم تكبر ونسقي الشجرة. نسأل الشجرة الآن، ماذا تعطينا أيتها الشجرة؟ أعطيك من الثمار والفواكه والعنب والتفاح. جميل. أليس الثروة هذه الثروة؟ نعم. وعلينا الآن أن نحتفل بهذا العيد الذي هو عيد الشجرة. أين بنا؟ جميل. والآن كيف نحتفل بهذا العيد؟ هيا يا ورقة، ماذا تفعل يا زين؟ لا تفعل يا زين، لا تفعلها. لا، لن يحدث شيء. سوف تشعل النيران. لا، تشعل النيران. توقف، تكلم يا شجرة. سوف تشعل النيران. سوف إنه الدخان. إنه رائحة. توقفوا. لا أيها الإنسان، أحذر أن تتهاون، بل عليك أن تحافظ على الشجرة، فهي ثروة غنية جدا. هذه هي رسالتنا. طبعا هي الثروة، هي كل شيء، هي الأكسجين، هي الظل، هي الخير الوفير التي تقدمه لنا للإنسان، وبالتالي علينا جميعا أن نحافظ عليها. شكرا لك. تحيا كشفية. لا
سمخرات من كل المكشفة من سلاو الزاكي ربي الولاية على النبا ويا ربي وتنجمو جدا غير كي في هدرانا بقوامات بالغابة أزل زلفة نسمع لكل سنة à base de réseau de capteurs sans fil, à base de capteurs sans fil comme vous pouvez le voir ici, quelques exemplaires typiques. Donc l'idée c'est quoi? C'est au lieu de faire des observations ponctuelles, limitées dans le temps et limitées dans l'espace, nous voulons proposer un système qui collecte les informations et les observations en temps continu et d'une manière permanente pendant des jours, voire des mois, voire même des années. L'idée, c'est de prendre des systèmes embarqués, on les appelle des systèmes embarqués, de faire le tout, de les programmer, d'introduire des algorithmes assez avancés pour collecter des informations pertinentes sur un environnement bien spécifique, par exemple quelques des images, des sons, des paramètres climatiques, etc. Et de pouvoir les transmettre, les traiter d'abord, et de pouvoir les transmettre de nœud à nœud jusqu'à l'arrivée principale. Dans notre cas, nous avons plusieurs projets, en particulier un projet de la surveillance des oiseaux migrateurs dans la zone Annaba Tarf, en particulier le lac Tonga. Nous avons choisi et ciblé des oiseaux migrateurs menacés d'extinction. Voilà, un projet parmi d'autres. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres que nous sommes en train de développer. D'autres projets aussi dans le sens de la surveillance des plantes agricoles.
tels que les céréales qui sont d'un intérêt majeur dans notre pays. Donc vous savez, le rendement de moins en moins important, ils sont dus à plusieurs paramètres, y compris de certaines maladies, certains œufs parasites, et bien sûr le taux d'humidité qui doit éviter. Donc ces nœuds capteurs, ou bien ces réseaux capteurs, avec des techniques spécifiques, peuvent nous répondre et peuvent nous donner des solutions dans ce sens. دور الجامعة كما كنتم مغادرين كتابير من الجامعة هي الكوب بايور بصبرة الجامعة الجزائرية في الأصل عندها جانب تربوي تدريسي وكان جانب البحث الدني من المخابر البحث الدني تشارك في الحفاظ على البيئة مثلا بقيام بدراسة التنوع الحيوي التنوع الحيوي النباتي الحيواني من البيئية الموجودة في المنطقة وكما تشوفوا في منطقة الإيلول هذه تسهر بالثروات الطبيعية أيضا مخابر البحث تقوم بتطوير حلول مستنبطة من الطبيعة مثلا حلول مستدامة إيكولوجية مثلا كيف يتم تطهير المياه باستعمال نباتات وحيوانات مجهرية كائنات مجهرية التي تقوم بتصفية المياه مثلا هذه من الحلول التي يمكن تطويرها ونقوم تطويرها في محاور البحث ايضا مخبر البحث يقوم بالتعاون مع المجتمع المدني سواء ادارات ولا جمعيات تعمل في ميدان البيئة لتخصيص ميدان البيئة والحفاظ على الطبيعة وبالأخص الحفاظ على التنوع الحيوي. أيضا يقوم مخبر البحث بالتعاون مع منظمات دولية وجزائرية
بوضع وتطوير ورشات مثلا ورش التنوع الحيوي التي قمنا بتطويرها في مجال البيئه مع مديرية البيئة ودار البيئة بالأخص. وهذه ورشة التنوع الحيوي بدناها بتعاون مع راجل زاك سيدير وخطة تكنيك ألمان اللي انصالي مع جريب انصالي ثاني كنتم هنا دار ووزارة البيئة. وهذا ورشة التنوع الحيوي بدناها في ثلاث ولايات منها ولاية عنابة أيضا ولاية طارف وولاية أمواتي في بازا أيضا سكيبلا إلى غير ذلك. عدة ولايات شاركت فرق البحث في تطوير هذه الورشات. هذه الورشات هذه اسمها سيتاناتو دي بديو دي لاتسوكيت. سيتان لوكال وين يسور إيكيتي إي أون فورم لي فورماتور إي أون فورم لي زونفون. نجيبوا الأطفال تاع المدارس والمتوسطات والثانويات ونقوموا معهم بعمليات تخصيص ونعلموهم التنوع الحيوي الموجود في المنطقه. اذا ايضا نقوم بتصميم موارد بيداغوجيه وعمل موجوده في ميدان البيئه منها التطيبات كما ترى التطيبات التي نستعملها مع الاطفال نعلموهم الطيور والحيوانات والنباتات ونعلموهم كيفاش يقوموا بالحفاظ على الثروات الطبيعيه وكيف يمكن استخدامها بطريقه مستدامه في المنطقه. صح نقول لك نقدر نأخذ على سبيل المثال لا تجيء على تومات يعني
ريسامون عملنا دي تيست على لا كولتور تاع الطماطم وشفنا باللي النتائج يعني نتائج مبهره يعني في المجال هذا. نعم يعطيك الصحه. Thank you.